السلام عليكم ورحمة الله. موضوع فيديو اليوم هو التلفاز من نوع سوني برافيا 32 بوصائل ودي به مشكل على مستوى الصورة. الإضاءة موجودة ولكن لا توجد صورة. بعض الأحيان عند التشغيل يظهر اللوجو ويبقى لثواني يختفي هكذا ببطء. إذن عندما فتحت الشاشة تفقدت الكوف، التلفاز به كوف واحد فقط، اتضح لي بأنه موجود هنا، صار منقطع. هو واضح في الكوف على هذا الشكل، وهذا هو سبب المشكل. نظام هذه الشاشة لا تتوفر على كوفات جانبية، فكما معلوم عندما تكون الشاشة بها كوفات جانبية يمكننا تعويض هذا المسار المنقطع، نأخذه من الكوف الجانبي، نلحم سلك ونوصله مع نقطة الـ VGL أو الـ VGH. على فكرة هذا المسار هذا فهو خاص بالـ VGL. إذن لا نتوفر أو الشاشة لا تتوفر على كوفات جانبية، إذن كيف سوف نقوم بتعويض هذا المسار هذا؟ لو لاحظنا هنا موجود مجموعة من النقاط، هادو نقاط فحص، هادو يكونون في الأغلب في الشاشات التي لا تحتوي على كوفات جانبية. إذن سوف أريكم ما سأقوم به الآن لكي تفهموا بالضبط. إذن سنأخذ المالتيميتر وأريكم. إذا لاحظوا عندما نقوم بالفحص في هذه النقطة هذه الخامسة، لاحظوا يوجد سالب 9 في البين يعني الخامس. إذا لو فحصنا في الجهة الأخرى هنا يوجد سالب 9، المفروض أن نجد حتى في هذه الجهة سالب 9. إذا 1 2 3 4 5، لاحظوا موجود فقط سالب 2 فولت، المفروض أن نجد سالب 9 فولت كما هو الحال في هذه الجهة هذه. أرأيتم؟ إذا لاحظوا سوف أقوم بتحويل هذا المجس إلى هنا. الآن أصبح المجسات واحد لأن بين هذه النقطة وهذه النقطة يوجد فيوز. إذا سوف أوصل هذه النقطة هذه الـ VGL الموجود عليها سالب 9 وأوصله مباشرة هنا. رأيتم؟ هاي الصورة الآن. الصحن عندي يعني لا توجد إشارة لكن لا يهم، سوف أزيل. لاحظوا سوف تختفي الصورة ببطء. رأيتم؟ سأوصل مجددا النقطة مع هذه النقطة، هي الصورة. إذن اتضحت الفكرة الآن، ولكن يوجد مشكل. إذن كيف سنقوم بتوصيل سلك من هذه النقطة إلى هذه النقطة، مع العلم أن هذه النقاط لا تلتحم عليهم، يعني القصدير أو السولدر لا يلتصق، لأن هذه النقاط أو هذه المسارات هنا ليسوا نحاس وهما موصلين للكهرباء ولكن منحوتين على الزجاج. فبالتالي لا حاولت، يعني جربت، ولكن جربت في هذه النقطة هذه ولكن لا يلتصق السولدر. ولكن إذ قمت بالمحاولة مرارا وتكرارا سوف نفسد هذه النقطة هذه أو هذا التراك هذا. إذن كيف سأقوم يعني بتعويض هذا المسار هذا؟ وهذا ما سوف أريه لكم. مشاركين المرجو الاشتراك، هذا دعم للقناة، لأن لا يمكن أن تأخذ المعلومة وأنت غير مشترك ولا تتفاعل مع القناة ولا تعطينا حتى جيم أو إعجاب حتى. فهذه المسألة هذه ليست عادلة وليست منطقية. أخذت معلومة، ادعمنا بلايك، إن كنت غير مشترك اشترك، شارك الفيديو مع أصدقائك وهكذا. إذا تابعوا. إذا كما تلاحظون هذا هو المسار في الكوف المنقطع، وهذه النقطة
التي سوف نقوم بتعويض التعويض عليها هذا المسار هذا. اذا سوف ناخذ سوكيت على هذا الشكل، نقوم باستخراج هذا السلك هذا. اذا سوف نزيله على هذا الشكل. اذا هذا هو السلك كما تلاحظون، وما سوف نحتاجه من هذا السلك هو هذه القطعه هذه المعدنيه. اذا سوف نقوم بازاله هذا الجزء الزائد هذا. لاحظوا هذا يعطيكم فكره على ماذا هو كالمقبض. اذا هذا سوف ندخله في حافه الزجاج على هذا الشكل حتى يلامس هذه النقطه هذه. اعتقد الفكره الان وضحت. اذا نتوكل على الله. تابع. اذا على هذا الشكل، ومن ثم سوف نقوم بتلحيم عليه سلك رفيع، وكذلك مثال مع الجهه الاخرى سوف نقوم بنفس العمليه. إذا على هذا الشكل كما تلاحظون هو من الجهة الأخرى، من هذه الجهة أيضا. الآن سأقوم بالتجريب، سأوصل التلفاز بالكهرباء، وكما تلاحظون ظهر اللوجو الخاص بسوني. إذا ها هي الصورة، الصورة متوقفة لأن عندي الصحن لا توجد إشارة، ولكن ها هي الطريقة لقد نجحت. إذا هذا هو، أعتقد بأن الفكرة لقد وصلتكم أصدقائي. إن أعجبك الفيديو لا تنسى بالضغط على زر الإعجاب، إن كنت غير مشترك اشترك يا صديقي. وهذا هو، مع السلامة.